وإفراس هي سمو الاعتراف والتقدير لكل المجهودات المشتركة أعفكم إذا سمحتوا ودائما صور أعفكم الإخوة الذين صوروا فبين الصحفيين زملائنا لكن كما هي من الصور تعبيرية نوصل ونناخركم لتملك الكلاسي وهي أيضا صور تذكارية وكما يقول المثل لكل شيء يهون عبر السنين والشهور وتبقى سوى الذكريات وها هي أجمل اللحظات والذكريات هاته النسخة السيد عامل عمالة مكناس تحت صفاتكم ننادي أيضا على السيد رئيس جماعة المشوار الصينية والذي يسلمه ضعف هذه النسخة السيد والي جهة فاس مكناس عزيز إذا نواصل عيقتي. نواصل وننادي على السيد والي أمن مكناس تحت صفاتكم مساء النور أستاذ علمي ويسلمه التقليدية تحت صفاتكم بمدينة فاس تحت صفاتكم سيد الخيار هنيجي عبود محبة وإخلاص ونادي أيضا على إذا السيد ممثل وزارة وسيع القطاع يسلم الدرع القائد الجهوي للدرع الملكي ننادي أيضا على القائد الإقليمي للقوات المساعدة تحت ثقتكم عافاكم وسأمنوا تحية كبيرة للقوات المساعدة سأمنوا ويسلمه درع هذا أو هذه النسخة السيد المدير الجهوي للصناعة بمكناس تحت ثقتكم تحت ثقتكم نواصل على السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية تحت ثقتكم وسألهم والذي سيسلمه درع هاته النسخة السيد والي جهة فاس مكناس تحت ثقتكم تفضل السيد والي تفضل السيد القائد تحت ثقتكم كما هي إلا صور معبرة عبود محبة إخلاص أيضا وتحت ثقتكم كيف بقى نعرفوا كيف بقى معنا الفن والفن عنده قيمة وندعو الفنان فؤاد زبادي تاهو ثقتكم الله يخليكم سي فؤاد زبادي والذي سيسلمه درع هذه النسخة مولاي إدريس الحسني مستشار الغرفة مولاي إدريس تفضل سيدي وسيم و صور تفضلوا معنا الى اللحظه غادي نوت ولا بدوري كاعلامي ونيابه على رجال الاعلام كنشكركم شكرا لكم كنت معكم خوكم هشام بن جلول تحيه كبيره لكم في هذا الحفل الافتتاحي شكرا لكم